بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه أحكام السفر وآدابه، أحكام السفر وآدابه. فإن الإنسان بطبعه يحتاج إلى السفر في أرض الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجه، سواء كانت هذه الحوائج والمصالح دينية أو دنيوية. فعلى سبيل المثال للحوائج الدينية، فعندما يقصد الإنسان بيت الله سبحانه وتعالى حاجا أو معتمرا فإنه يسافر، وأما الحاجة الدنيوية فكما أن الإنسان يسافر لتجارة، لغرض من الأغراض المشروعة من أمور الدنيا، فالسفر أمر لا ينفك كل الناس عنه، فكل الناس يسافرون، وإن تفاوتت درجات ذلك في الناس لكن كل الناس يتعرضون للسفر، ولو حتى من باب السياحة في أرض الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فسيحوا في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، حتى هذا فيه إشارة إلى أن حركة الإنسان في الدنيا هذه الحركة فيها خير، من جهة ما إذا قصد بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى حتى ولو بغير طريق مباشر، كأن يطوف في الدنيا لينظر، أو يسافر لينظر آيات الله عز وجل في الكون. فالإنسان إذا سافر مر في طريقه بالصحاري، ومر في طريقه بالأودية، ومر في طريقه بالبساتين والحقول والزراعات ونحو ذلك والبحار، فالإنسان في طريق السفر أدنى الأحوال أنه ينظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولذا نظم الشافعي رحمه الله تعالى أبياتا يمدح فيها السفر ويرغب فيها على السفر، فيقول رحمه الله تعالى: سافر تجد عوضا عما تفارقه، تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، وإن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والشمس لو بقيت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. وأبيات جميلة جدا بتمدح السفر وترغب في السفر، يعني أن الإنسان ينتقل في أرض الله سبحانه وتعالى ولو من باب الحركة، ولو من باب الحركة، أنه لا يكون ساكن على الدوام في مكان، تحرك في أرض الله تعالى لأغراض مشروعة. ولذا يقول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. الحركة لذيذ العيش في النصب، الحركة والتعب، إنما الخمول يجلب الأمراض ويجلب الأوجاع ونحو ذلك. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو بقيت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. الشمس اللي هي كل الناس محتاجينها، لكن لو بقيت 24 ساعة لملها الناس جميعا، وذلك لأن الناس يحبون التغيير، يحبون التغيير، ولذلك السفر فيه نوع من التغيير. أقل الأحوال تغيير المناظر والمشاهد، تغيير المناظر والمشاهد.
وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب، وردت بعض الآداب الشرعية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمسافر أن يلتزم بها، وهذا يدل على عظيم هذا الدين وكماله، فإنه ما ترك بابا ولا وجها من وجوه حياة الإنسان إلا وحفه بالمعاني الشرعية، إلا وحفه بالمعاني الشرعية. تسافر لك أداب شرعية، تدخل بيتك لك أداب شرعية، تخرج من بيتك لك أداب شرعية، تدخل المسجد لك أداب شرعية، تخرج من المسجد أداب شرعية، تدخل الخلاء، تنام، تستيقظ، كل شيء جعل الإسلام له آدابا تتعلق به وأمورا شرعية تحتف به. فالسفر له آداب أيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لكل مسلم أن يتعلم هذه الآداب، وخصوصا إذا كان إنسان ممن يكثر السفر. أول هذه الآداب الاستخارة الشرعية قبل السفر، الاستخارة الشرعية قبل السفر، فيستخير في موعد السفر ووجهته، يستخير في موعد السفر وفي وجهة السفر، يعني يستخير في الموعد اللي يسافر فيه هل ده بإذن الله أوفق له، وفي وجهة السفر يعني في المكان الذي يسافر إليه. هب أنني مثلا أريد أن أسافر إلى قضاء شيء في القاهرة مثلا، فأتخير اليوم، أسافر النهاردة، أسافر بكرة، أسافر يوم الكذا، أصلي استخارة بنية أنني أستخير الله تعالى في فعل هذا السفر في اليوم الفلان. يعني أنا قلت أريد السفر للقاهرة، إن شاء الله أنسب يوم عندي مثلا يوم السبت مثلا القادم، أصلي استخارة، اللهم إن كان في أمر سفري إلى القاهرة في يوم السبت القادم فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، إلى آخر الدعاء. فجمعت بين الموعد وبين المكان الوجهة، فإن قدر الله عز وجل لي السفر والمضي فهذا خير لي، وإن امتنع الأمر فهذا خير لي كذلك. إذن فأول هذه الآداب الاستخارة الشرعية، وسبق تكلمنا عن يعني الاستخارة وآدابها والدعاء الوارد فيها. من آداب السفر أن يحرص على دعاء السفر عند خروجه وعند عودته، أن يحرص على دعاء السفر إذا خرج للسفر وإذا رجع من السفر. انظر إلى عظمة هذا الدين، إنه يحفك بكل معاني الشرع في كل حركاتك. أنت تريد السفر وإنت مسافر تدعو دعاء مخصوصا، هذا دعاء المسافر، تدعو دعاء مخصوصا. إذا رجعت من السفر وأنت ترجع من هذه البلاد التي أنت فيها تدعو دعاء مخصوصا وأنت راجع إلى بلدك ووطنك. هذه الأدعية بركة، ابتداء هذه الأدعية بركة، هذه البركة تجعلك بإذن الله في خير وفي استبشار وتفاؤل في سفرك هذا، في سفرك هذا أنت قدمته بدعاء. ولذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، كبر ثلاثا يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. كلمات رائعة في الحقيقة، فتخيل أنت وأنت مسافر تدعو بهذه الكلمات العظيمة التي في الحقيقة نحتاج إلى درس مخصوص نشرح فيها فقط هذه الكلمات
لكن في كلمة مجزة سبحان الذي سخر لنا، كان يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا على دبته صلى الله عليه وسلم، أول ما يركب الدبة بتاعته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكأن هذا نوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى بين يدي كل غرض، فمهما عظم هذا الغرض الذي من أجله أسافر أو غيره فالله عز وجل أعظم وأكبر من كل غرض، فلا يشغلني هذا الغرض عن ربي سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي جعل لنا هذا مروضا مطيعا، هذه الدابة التي أسوقها أنا سبحان الذي سخرها لي، سواء دابة قديمة أو دابة عصرية، سواء دابة قديمة أو دابة عصرية. الدابة القديمة حيوان من الممكن ألا يروض أو ألا يطيعك، سخره الله لك. كذلك الدابة العصرية نفس الحال، سخرها الله عز وجل لك، مجرد تعمل مفتاح كده في العربية ونحو ذلك حركات معينة تمشي العربية بيد، سبحان الله سخر الله عز وجل لك ذلك، وما كنت أنت له مسخر، هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. سؤال الله تعالى بين يدي السفر أن يجعل هذا السفر سفر خير، سفر طاعة، ليس سفر معصية. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ليس أي عمل إنما العمل الذي يرضيك نفعله في هذا السفر. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، هون علينا الطريق. سبحان الله العظيم، أثر هذا الدعاء تجد والله تجد، وكل ما كان الإنسان متلبس بمعاني شرعية بين يدي السفر حتى ولو كان شاقا هونه الله عليه. انظر إلى المعتمرين والحجاج وهم يقصدون بيت الله تعالى، الواحد منهم ربما يمكث في الدابة أكثر من 20 ساعة وربما 30 و40 ساعة، وسبحان الله العظيم وهنا في بلده لو قيل له اركب الأتوبيس لمدة ساعة يمل، يقعد في الأتوبيس هو أو الدابة التي يركبها 30 و20 و40 ساعة، لأنه متلبس بمعاني شرعية في قلبه وهي حبه الذهاب إلى بيت الله تعالى. فكيف لو كان ذلك معه مثل هذه الأدعية الجميلة؟ اللهم هون علينا السفر واطوي سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني اللهم كن لنا صاحبا في السفر، والله تعالى معنا سبحانه وتعالى أينما كنا، لكن هذه المعية معية خاصة، معية التوفيق. اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني كن معنا في السفر بمعية التوفيق، وإلا فالله معنا بسلطانه وقهره سبحانه وتعالى وعلمه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي أنت كذلك تحفظ أهلنا من بعدنا، فنحن نجعل أهلنا عندك، فأنت الخليفة في الأهل، أنت الذي تقوم عليهم في غيابنا. وسبحان الله سبحانه وتعالى الذي هو خير حفيظ، ولذلك هذا دعاء مبارك عظيم في حفظ الأهل حتى عندما تخرج وتتركهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، حمكم الله. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، تعب السفر ومشقة السفر وكآبة المنظر، يعني الإنسان معرض في السفر أنه يرى أشياء كريهة يمر بها، يرى أماكن كريهة، يرى أماكن لا يحبها أو أماكن تقلقه أو تفزعه أو نحو ذلك، فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا وسوء المنقلب في المال والأهل. ونسألك كذلك أن تعافينا من سوء المنقلب في المال والأهل، أي أن نرجع إلى أهلينا وإلى أموالنا فنجد فيها ما نكره، فإذا رجعنا وجدنا فيها ما نكره
فعافنا من ذلك. ولذا فانظر هذه الكلمات الجميلة وأنت على طريق السفر، قد يقول إنسان أنا لا أحفظ هذه الكلمات، أقول لك اكتبها في ورقة، اكتبها في ورقة، والمكتبات موجودة، المكتبة لو أنت سألت في المكتبة عايز الأذكار، أذكار أذكار المسلم كلها، ماذا إذا لو سافر، ماذا إذا لو كذا وكذا وفعل كذا وكذا، كتاب الأذكار باتنين جنيه قد كده، كل ما تحتاج في يومك وليلتك وحالك وترحالك. ولذلك هذا الكتاب أول ما تركب اقرأ منه دعاء السفر. كان أحد الإخوة قبل الطباعة والمكتبات الإسلامية ما تنتشر من حوالي 30 سنة، كان كثير السفر، فكان إذا قصد سفرا فيجي في ليلة السفر هو عارف أنه مسافر وهيركب القطار، القطار الفاخر، فغالبا الناس قاعدين كلهم، في ناس طيبة ومستويات كويسة يعني، يقوم يعمل إيه؟ يكتب دعاء السفر بخط اليد، ما كانش لا في كمبيوتر ولا كانش في حاجة، يكتب دعاء السفر ويجيب الكربون، الكربون المعروف اللي هو اللي يجيب الكربون وينسخ منه، كانش حتى التصوير متاح ونحو ذلك، ينسخ من الدعاء السفر ده بالكربون ويعمل معاه 50 نسخة ولا حاجة ليلة السفر هو قاعد، وياخد 50 نسخة المقطعين دول، وأول ما يدخل العربية بتاعت القطر، العربية اللي هو فيها، يروح موزعها على الناس اللي قاعدين في القطار، كلهم يشكرونه، حتى اللي ملوش غرض يقرأ الدعاء بيشكره برضه، لأنه عندما يفتح الورقة يقول دعاء السفر، دعاء السفر، كل الناس بيحبون ذلك، كل الناس يحبون ذلك. حتى والله أنا أذكر أني ركبنا طيارة مرة وإحنا في العمرة، يعني قال لي بعض الإخوة أنها أصلا أصحابها نصارى يعني، فهذه الطائرة أول ما يركب تلاقي المعتمرين هم اللي راكبين، تروح مشغلة على طول دعاء السفر، سبحان الله العظيم، والناس يكونون في حالة انشراح شديد جدا عندما يشاع هذا الصوت في الطائرة وهم راكبين دعاء السفر. ولذلك جرب هذه الأمور ومثل هذه الأمور مع الناس، حتى ولو أنك تركب السيارة مثلا أو القطار أو الأوتوبيس أو نحو ذلك، وأول ما تركب قل لهم يا جماعة تعالوا نقول دعاء السفر، تعالوا نقول دعاء السفر، وكرر أنت دعاء السفر وهم يكررونه من بعدك من باب التعليم، لا حرج ولا بأس في ذلك، وجزاك الله خير الجزاء. وإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر له دعاء أيضا، عندما يرجع من السفر له دعاء، فكان إذا رجع قال نفس الدعاء، نفس الدعاء هذا بتاع السفر الخروج يعني، وزاد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون يعني راجعون، آيبون تائبون إلى الله سبحانه وتعالى، أي نحن وإن سافرنا وفعلنا وفعلنا مع ذلك نستغفر الله، وإلا أول الأذكار بعد التسليم من الصلاة هو الاستغفار، مهما فعلنا فإننا نستغفر الله على تقصيرنا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أنك لما خرجت إلى السفر ربما شغلك السفر ببعض الأمور، فتوب إلى الله واستغفر، آيبون تائبون عابدون، نحن على العهد عابدون لربنا حامدون، الحمد لله أن قضي لنا أمر سفرنا. وفي رواية أخرى كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، إنه ينقلب الحال وينعكس عندما يرجع ويجد صدمة عندما يرجع في أهله وفي وطنه، كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا من آداب السفر أن يحرص أيضا على الذكر عند الركوب، أن يحرص على الذكر عند الركوب، يعني وهو مسافر في طريق السفر هو قال دعاء السفر خلاص، بقى بعد دعاء السفر يشغل الأغاني زي عادة بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، يروح مشغل دعاء السفر أول السفر، أو يشغل حبة قرآن بالتعبير اللي حبة قرآن، وبعدين بعد حبة قرآن يقلبها بعد كده بقى إيه يعني دربوك بقى وأغاني ومش عارف إيه ونحو ذلك. أنت على طريق سفر، على طريق سفر،
حتى أن الناس في التعبير العام البسيط يقولون أنت على أربع بتاع أربع عجلات هوا، سبحان الله العظيم، أنت على طريق سفر في غربة، في غربة، فكن أقرب إلى الله تعالى ليكون صاحبك في السفر، ليكون صاحبك في السفر مش أبعد. ولذلك ما أسوأ حال هؤلاء، إنه مجرد ما يبدأ طريق السفر يروح مشغل الأغاني والعياذ بالله، ابتداء لن تحفك إلا الشياطين والعياذ بالله، لأن هذا مزمار الشيطان، الأغاني لن تحفك إلا الشياطين والعياذ بالله. ولذلك سلوك المسلم وهو في السفر إن لم يتكلم في مباح لا حرج، لو هو في السفر هيتكلم مع غيره في مباح ما فيش حرج ولا بأس، في مباح في أمر التجارة بتاعته، في السفر بتاعه، في قصده، في غيره، لا حرج ولا بأس، فيشغل وقته بالذكر، فيشغل وقته بالذكر إن لم يكن يعني بكلام مباح، فيشغل وقته بالذكر، ولو كان حتى هناك الكلام المباح ليجعل بين هذا الكلام المباح بعض الذكر، هو قاعد كده وهو بيمر بالطرق وعمال يشوف آيات الله في الكون، سبحان الله سبحان الله، ويسبح ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وينوي ذلك، يقعد يقول كده أنا هتسلى وأنا راكب المواصلات دلوقتي، وأنا راكب القطار دلوقتي، وأنا حتى بسوق العربية بتاعتي أسمع قرآن وأنا ماشي، أشغل قرآن وأنا ماشي من باب أن أنا بسمع ذكر لله سبحانه وتعالى، أسمع شيء في ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا يجعل الله لك صاحبا في السفر. وهذه من أسباب أو ما يستجلب به الحفظ في طريقك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذا من السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في طريق سفره. وإلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول أذكارا إذا ركب أيضا الدابة غير ما تقدم في الحديث الآخر. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما وضع رجله في الركاب قال بسم الله ثلاثا، الحديث اللي فات كان بادئ به تكبير ثلاثا، قال بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها يعني أول ما حط رجله كده في العربية حط رجله بس كده الأولاني، قال بسم الله بسم الله بسم الله، وبعدين أول ما قعد على الكرسي بتاع العربية قال فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون لمنقلبون، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني إيه العظمة دي في الحقيقة؟ إنسان مسلم رايح يسافر أول ما يحط رجله كده، بس يحط رجله كده في العربية، أول ما يحط أول رجل في القطر وهو بيركب، أول ما يحط أول رجل بسم الله بسم الله بسم الله، إيه البركة دي؟ حاجة عظيمة جدا. انظر ثم بعد ذلك أول ما يقعد على الكرسي بتاعه يكبر الله سبحانه، يحمد الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنه يجمع بين ما ورد في الحديث الأول أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وبعدين يذكر هذه الأذكار، الحمد لله سبحان الله الله أكبر، كل هذه أذكار يذكرها وهو في طريقه، بل يجعل طريقه بين الذكر وبين المباح ونحو ذلك. ولذلك سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول فسيحوا في الأرض، والله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، هذا كله يجلب على الإنسان أنه ينظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. يعني كلنا بنرى هذه المشاهد بإذن الله، فعلى سبيل المثال الواحد خصوصا يعني لما يسافر يعني في العمرة مثلا أو الحج أو نحو ذلك، سبحان الله تجد الطريق بين مكة والمدينة، هذا الطريق كله في الحقيقة يجعلك في حالة ذكر، إلا أنك تتعب شوية تنام نحو ذلك ترهق نحو ذلك، لكن طول ما أنت صاحي كده يجعلك في حالة ذكر. لماذا؟ أول حاجة بتستحضرها في المشهد وانت راكب كده هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة النبوية سبحان الله، وكل ما تمر بمكان وعر وصعب تقول سبحان الله
صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، كيف هجروا في هذا الطريق؟ كيف مشوا في هذه الطرق؟ سبحان الله العظيم. تنظر تجد الجبال العجيبة، الأحمر والأبيض والأسود والأصفر، سبحان الله العظيم. الجبال التي منظرها عجيب جدا، سبحان الله العظيم، ملكوت الله سبحانه وتعالى. تمر في وسط هذه الجبال فجأة تجد خضرة، سبحان الله العظيم، وتجد حيوانات عايشة في مثل هذه الجبال ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. وكذلك كل طريق سبحان الله ستجد فيه من الآيات على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أدبا عند السفر، وهو أدب التوديع. أدب التوديع يعني أنا مسافر أنت مقيم، فسأسلم عليك وأنا مسافر كعادة الناس. الغالب الناس وهو مسافر بيسلم على أهله وعلى أحبابه وعلى أصحابه، يسلم عليهم. طيب الغالب في أحوالنا إحنا لما بنيجي نسافر الناس كلهم تروح وتيجي بالسلام، جميل طيب كلام طيب، لكن هناك ما هو أعظم منه وأفضل منه. غالب الناس تروح وتيجي بالسلام، والتاني يرد عليه يقول له خلي بالكم العيال، مش كده، خلي بالكم من نفسكم ونحو ذلك. وبعض الناس الطيبين يقوم عنده يعني الحمد لله مسحة دينية، يقوم عايز يعطي للمعنى معنى ديني أكثر، يقوم يقول له لا إله إلا الله، تاني يقول له محمد رسول الله. جميل كلام طيب، بس ليه إحنا عمالين ندور على حاجة وإحنا عندنا الأصل، عندنا الأصل، بل في الحقيقة مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه بدعة في الحقيقة. يعني المواظبة عليها على هذا النحو في التليفونات مثلا أو في السفر عندما يودعوا هذه بدعة. لماذا؟ لأنه أوقف ذكرا على حال بانتظام، فهذا يعد بدعة، مع أنه كلام جميل وكلام طيب، أي نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب معينة. ولذلك العلماء كما يقولون إذا دخلت البدعة خرجت السنة، إذا دخلت البدعة خرجت السنة على طول، مع أنها كلام مستحسن، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تروح وتيجي بالسلامة، خلي بالكم من نفسكم، كلام جميل وطيب بس بيمحي السنة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل ويعلم أصحابه ما يفعلون في مسألة السفر، وهم كلمتين ده مش كتير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويرد عليه المسافر فيقول، يعني هو علم المسافر أن يرد يقول أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، عشان ما نتلخبطش. احنا العادة عندنا دايما ان هو الحديث جايب ان الاول مين اللي بيقول؟ المقيم هنا في الحديث. يعني خلينا احنا في المسافر. طب المسافر وهو ماشي، وهو ماشي المسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعلمهم، ماذا يقول المسافر للمقيمين؟ كلمتين اثنين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يقولها وهو نازل من على المنبر، كل ما ينزل من على المنبر يقول لهم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فالمسافر بيقول للمقيمين أنا بستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم يعني أسأل الله أن يحفظكم في غيبتي، أنا أسأل الله أن تكون وديعة عند الله في غيبتي. شوف الكلام الجميل الطيب، هو يطلب من الله أن يجعل هؤلاء في حفظه، أستودعكم الله. لو الواحد هو مسافر قال لأولاده كده، لو الواحد هو مسافر قال لجيرانه كده، قال لأصحابه كده، سلام عليكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقوم يرد بقى التاني عليه بقى اللي هو المقيم، يقول له الكلمتين برضو الطيبين جدا دول، وهم الذين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها. يقول له المقيم أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، كلام رائع جدا،
أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أنا بترك أيضا لك أن تكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، أدعو الله لك أن تكون في حفظ الله تعالى في جوانب خطيرة جدا، دينك وأمانتك وخواتيم عملك. لأن المسافر ربما يتعرض لفتنة في دينه، ولذلك سأل له أن يحفظ في دينه. أستودعك الله دينك وأمانتك، والأمانة تشمل أشياء كثيرة، قيل التكاليف الشرعية كما في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، قيل التكاليف الشرعية، يعني أنا أستودع الله دينك وكل ما كلفك به من أوامر، وقيل أمانتك على المعنى الظاهر في عرف الناس، وهو ما استودعته وأنت في السفر من أمانات وتجارات وأموال وأحوال ومباحات ونحو ذلك. أنا أرجو الله لك أن يحفظك ويحفظ دينك ويحفظ تجارتك ويحفظ حالك، كلام رائع جدا. أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. خواتيم عملك كأنه بيقول له التعبير العام اللي عندنا، يا رب تيجي غانم من السفر وسالم، غانم وسالم، يعني يكون آخر سفرك جاي وانت ايه، وانت خاتمته كويسة، خاتمة أعمالك وانت راجع من السفر تكون طيبة على ما ترجو على ما تحب. نعم. ومن آداب السفر استحباب الخروج يوم الخميس، استحباب الخروج يوم الخميس ما لم يتعارض طبعا هذا مع مصالح، لكن لو كان الإنسان الأمر متاح له كل الأيام عنده سواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السفر يوم الخميس، إنه يبدأ يوم الخميس، كما جاء عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ويستحب كذلك أن يكون أول النهار أو بالليل، يستحب أن السفر عندما تبدأ في السفر يستحب أن يكون في أول النهار أو في الليل. أول النهار لأن أول النهار بركة، كما تقدم قبل ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والليل أيضا يقطع مسافات السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، عليكم بالدلجة، الدلجة اللي هو السير بالليل، السير بالليل يعني السفر بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. وده شيء ملموس محسوس في عالم الناس، لما تمشي بالليل في الطرق خصوصا السريعة والطرق خصوصا الشاقة تجد أن الطريق بيطوى، سبحان الله العظيم. ولذا فإن السفر أيضا من آدابه أنه إذا أراد سفرا فالأحب أن يخرج أول النهار أو في الليل، ما لم يكن هناك حاجة، ممكن الإنسان يحتاج للسفر في وسط النهار لحاجة أو نحو ذلك لا بأس في ذلك. أيضا من آداب السفر استحباب طلب الرفقة الصالحة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، يستحب في السفر طلب الرفق الصالح، يعني أنا مسافر أبحث عن من سيكون معي رفيقا في السفر، ليس أي إنسان أصحابه في السفر، ليس أي إنسان أصحابه في السفر. فالرفقة ابتداء أنس، الرفقة ابتداء أنس، والإنسان في السفر غريب ولذلك يحتاج إلى أنيس، فإذا سافر وكان معه أنيس هذا يقضي على وحشته، فعليه أن يختار اختيارا طيبا هذا الأنيس، يختار الأنيس في الطريق، وإلا بعض الناس يختار من والعياذ بالله يضيع، يعني يجعل سفره هذا كربا وغما وهما، وربما هو في تقديره هو ده الصاحب الكويس في السفر ونحو ذلك، لأن الصاحب ده هيعينه على وجوه والعياذ بالله من المعاصي هو يرجوها. لا والله،
ابحث في السفر عن صاحب صالح يصحبك في السفر، فإنك في طريق السفر في طريق غربة، في طريق غربة، وترجو أن يكون الله صاحبك. فكيف تصحب أهل المعاصي؟ كيف تصحب أهل المعاصي؟ ولذلك إذا سافر الإنسان ينتقي من يسافر معه من أهل الخير من أهل الصلاح، لأن هذا الإنسان سيجلس معه في سفره، سيعيش معه في سفره، سيأكل معه، سينام معه، سيشرب معه. وكما قال بعض العلماء في اللغة أن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يكشف أخلاق الرجال، لأن السفر في اللغة العربية اشتقاقا أخذ من الكشف، ولذلك تسمى امرأة سافرة، يعني امرأة كشفة الوجه. فيقولون السفر يكشف أخلاق الرجال، يكشف أخلاق الرجال. سبحان الله، وده شيء ملموس محسوس. عايز تعرف حد وتعرف معدنه، صاحبه في السفر. ولذا عمر رضي الله عنه لما زكى رجل رجلا عنده، فقال له عمر رضي الله عنه: تعرفه؟ قال: أعرفه. قال: سافرت معه؟ قال: لا. قال: عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. ولذلك هي دي من وجوه اللي بيعرف بها الإنسان السفر، يعرف الإنسان في السفر، أو يعرف معدن الإنسان في السفر، أخلاقه تجدها في المحن، في الشدائد، في المواقف الصعبة، في المواقف الحرجة ونحو ذلك. ولذلك الصاحب في السفر هذا لابد أن يكون صالحا طيبا، لأنه يعني في السفر على طاعة الله تعالى، وما يكدرنيش سواء في الأمور المادية أو الأمور الشرعية. يجي واحد في السفر مثلا، صاحب في السفر مشاكس بقى، عنده دماغ مثلا، تيجي تقول له مثلا يلا ننزل نصلي، يقول لك لا ماليش مزاج أصلي دلوقتي، خلينا قدام شوية، أو مش عارف كذا أو ماذا. هذه المخالفة في الطريق في حد ذاتها نوع من التكدير في الطريق، فما بالك بقى لما يكون الأمر أشد من ذلك. ولذا أيضا من آداب السفر أن يتخذ المسافرون عليهم أميرا، أن يتخذ المسافرون عليهم أميرا، ده أدب نبوي، أدب نبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. يبقى واحد هو الأمير. عشان إيه الواحد ده الأمير؟ عايزين يستريحوا مثلا، ده رأيه أن احنا نستريح بعد ساعة، والتاني رأيه نستريح دلوقتي، تالت رأيه مش عايزين نستريح خالص، لم يتفقوا. من الرأي الذي يمشي على الكل؟ رأي الأمير. خلاص الأمير قال لهم خلاص ننزل دلوقتي، خلاص ننزل دلوقتي. هنا سيحافظ على وحدة المسافرين، على وحدتهم، إنما لو كل واحد له دماغ. ولذلك هذا أدب نبوي في السفر، لازم يكون في ريس حتى لو أي سفر. يعني بعض الناس معتقدين إن إيه حكاية إذا كنتم في سفر ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم، دي مع الشيوخ يعني مع الجماعة الإخوة يعملوا كده هم بس. أبدا، هذا أدب شرعي نبوي إسلامي لكل الناس، حتى لو ناس والعياذ بالله، حتى لو افترضنا جدلا ناس ما بيصلوش، حتى لو هيسافروا مع بعض في طريق لازم قبل ما يطلعوا ويركبوا الطريق يحددوا مين فيهم هيبقى الأمير بتاعهم. بلاش كلمة الأمير عشان بيزعلوا منها سياسيا، مين هيبقى الرئيس بتاع العربية، المشرف بتاع العربية، المشرف ده، بس عشان الناس ما يتلخبطوش في المشرف اللي بيبقى الإداري وبتاع العمرة والراجل المشرف بيكتب الأسامي، أنا أقصد أقول الرئيس بقى بتاع كله هو صاحب الكلمة. وطبعا انتقاء الشخص اللي يكون صاحب الكلمة في السفر لابد يكون انتقاء إيه؟ على ضوابط، مش أي حد كده، وإلا ده يهلك الناس والعياذ بالله. نعم. وأيضا مما يعني نصح به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يسافر الإنسان برفيق أو بصحبة، لا سيما إذا كان الطريق موحشا، إذا كان الطريق موحشا. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيذم الوحدة في السفر، إن الإنسان يمشي لوحده في السفر. والعلماء كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: هذا محمول على السفر
القديم وما كان على شاكلته. يعني لو إنسان هيمشي في سفر في صحراء مثلا، لا ما يمشيش لوحده، لأنه معرض، لأنه هو يعني يعتدى عليه، معرض أنه يستضعف، معرض لوساوس الشياطين ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، لسه الأنس برضو ما حصلش، ولسه القوة ما حصلتش، والثلاثة ركب. علشان كده ينصح بمن إذا سافر على طرق مهجورة، على طرق مهجورة ما يسافرش أقل من ثلاثة أشخاص يكونوا مع بعض. أما الطرق الآمنة المؤنسة التي فيها الناس من حولك، لا حرج ولا بأس إذا سافر الإنسان وحده. أيضا من آداب السفر استحباب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. من الآداب في السفر أنك إذا كنت تصعد أي أماكن مرتفعة تكبر، تنزل تسبح. حتى في العصر الحديث أيضا يصلح أن يقال ذلك في المطالع والمهابط. المطالع والمهابط، يعني واحد راكب سيارة في الطريق، والطريق فيه مطلعاية كبيرة عالية كده، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. سبحان الله، ما أعظم هذا الشرع! سبحان الله العظيم، شرع كما نكرر يحفك بكل معاني الارتباط بالله عز وجل والاتصال بالله سبحانه وتعالى. حتى التضاريس الجغرافية وانت ماشي لها تعلق في نفسك شرعي. يطلع حتة عالية يقول الله أكبر، وكأن في ذلك إشارة إلى أنه مهما على مخلوق فالله أكبر، وإذا نزل قال سبحان الله، وكأن في ذلك إشارة إلى أن كل المخلوقات تسفل، أما هو سبحانه وتعالى فمنزه عن النقائص ونحو ذلك. حتى في السلالم، جزاك الله خير، حتى في السلالم الإنسان هو طالع السلالم يقول الله أكبر، هو طالع يعني أول ما يبدأ السلالم يقول الله أكبر، وهو نازل سبحان الله ونحو ذلك. أيضا من، تخيل أنت واحد مسافر، الأخلاق الجميلة دي كده بيتحلى بها. يعني لو افترضنا كده مثلا، مثلا حتى الناس في غفلة وهم راكبين في السفر وفي غفلة، مثلا واحد مشغل أغاني ولا التاني عمال يتكلم في كلام وحش ولا حاجة، وبعدين جم في مطلعايا كده راحوا كلهم قالوا الله أكبر، إيه رأيك الحال هيبقى إيه ساعتها؟ هيستحيوا من نفسهم ساعتها أن هم بيعملوا حاجة حرام على الأقل. لو نزلوا منزلايه وهم بالعربيه بتنزل كده سبحان الله كلهم كده مع بعض، تخيل اخلاقهم هتبقى ايه في طريق السفر. ايضا من اداب السفر، بل هو من احكام السفر، بل هي من احكام السفر، عدم خروج المراه وحدها، عدم خروج المراه وحدها في السفر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا معها حد من محارمها، والمحارم هم كل من لا يصلح له الزواج منها تأبيدا، كأبوها كأخوها كعمها أخلها ونحو ذلك. لكن ابن خالها وابن عمها هذا ليس محرما لها حتى ولو كان متزوج. وإلا البعض الناس لا يعرفون هذه المسائل فيقعون في أخطار شديدة جدا. البنت تسافر مع ابن عمها وابن خالها ونحو ذلك، وبعضهم يقول لك لا ده ابن عمها ده متزوج، ده متحرم عليها. لا مش متحرم ولا حاجة، حتى لو متزوج أربعة برضه مش محرم برضه عليها برضه، لأنه لو طلق أي واحدة من الأربعة يصلح أنه يعمل إيه؟ يتزوج دي. وبعضهم يقول ده أخو الزوج مسافر معاها، يعني زوجة مسافرة مع أخو زوجها، يقول لك ما متحرم عليها، ده ما يجوز. لا مش محرم، لا ولا حاجة،
وإلا لو مات أخوه أو طلقها حلت له. ولذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. هذه مسألة فقهية اختلف العلماء في أمر الحج المفروض، الحج المفروض اختلف العلماء في ذلك. أنا شخصيا أميل إلى القول الذي يقول بجواز سفر المرأة بغير محرم في الحج المفروض إذا كانت في صحبة آمنة صالحة، إذا كانت في صحبة آمنة صالحة في الحج المفروض، الحج المفروض فقط، أما العمرة وغيره لا. وذلك على يعني قول الشافعي رحمة الله عليه وقول مالك، هذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة أو حتى ترتحل الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله، وحتى تأتي الضعينة هذا البيت، أو كما قال في الحديث الضعينة يعني المسافرة. لا هو ده قانون موجود في السعودية، يعني قانون موجود في السعودية، لكن هذا القانون يعني اللي قننوه في السعودية قننوه على نوع من التوفيق بين الرأيين، التوفيق بين الرأيين، يعني مش ما نخطأش القول ده تخطئة كاملة، نخطئه في باب العمرة وعموم السفر اللي هو العادي، خروج المرأة وحدها إلى المملكة السعودية العادي نخطئه، لكن هو له وجه في حق الحج المفروض، لأن الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى يريان جواز سفر المرأة في الحج المفروض بغير محرم إذا كانت في صحبة آمنة صالحة، إذا كانت في صحبة آمنة صالحة. وعليهم حطوا 45% دي على إنها سن يعني إيش يمنع درجة من الفتنة إنها مش شباب، وإنها في نفس الوقت إلى حد ما قاربت سن الكبر، وإن كان 45 سنة دلوقتي في زماننا بالذات مع الأحوال اللي إحنا بيعملوها دلوقتي بقت حاجة. نعم عموم الصحبة، لا ده لازم يكون فيها رجال، لازم يكون فيها رجال، لو كانت نساء بس ما ينفعش. صحبة آمنة يعني صورتها مثلا صورة الصحبة الآمنة فوق طالع رحلة للحج، الفوق ده أنا عارف الناس اللي فيه وعارف الشركة اللي طالعة وعارف أفراد الموظفين اللي فيها وعارف إن هم ناس طيبين ومعاهم ناس طيبين وطالعين الرحلة بتاعت العمرة والحج دي، الحج دي عارفهم وشايف ان هم ناس طيبين، وخصوصا لو انا بقى ما عنديش اسباب اخشى منها الضياع، زي مثلا ان امرأة تكون مثلا عندها حمق في عقلها مثلا شوية ولا حاجة، اخاف ان هي ممكن تضيع ونحو ذلك. فان كانت الصحبة امنة وصالحة، ويعني ايه صحبة؟ يعني هيبقوا مسؤولين عنها، مش صحبة يعني تمشي معهم وخلاص، لا يكونوا مسؤولين عنها، يعني بمعنى يوصى عليها يا صحبة معاكم فلانة وتراعى هذه الفلانة ونحو ذلك. أما لو كانوا هيسيبوها الصحبة يبقى دي صحبة مش إيه؟ مش آمنة. لو الصحبة هيسيبوها ومش هيسألوا فيها وهتمشي لوحدها هي، يبقى دي صحبة غير آمنة. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، غير محرم، حتى لو كان هذا السفر لغرض مباح، لغرض مباح، بل حتى ولو كان لغرض مستحب كالعمرة ونحو ذلك، لا يجوز لها السفر وحدها، السفر وحدها. أيضا من آداب السفر أن يصلي المسافر إذا شاء على دابته التطوع، على دابته التطوع، يعني في السفر لا يمنع السفر من أنك تصلي نوافل. بعض الناس يظن أن السفر معناه أنك تترك كل الإيش، كل النوافل، كل السنن، يعني هذا مباح أنك بالفعل لا يلزمك السنن ولا تعاتب عليها ولا تلام، لكن لا يمنع أن هذا من الفضل إن فعلت، إن فعلت يعني وجدت أن أنت في وقت ممكن تصلي قيام ليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان في السفر وهو ماشي في طريق السفر يصلي قيام ليل.
وهل هذا معناه أن يعاتب إنسان ترك السنن الرواتب؟ لا، لا يعاتب. ما يجيش إنسان مثلا في السفر بيصلي قيام ليل يقوم يقول لي واحد تاني أنت مش بتصلي ليه السنن حتى الراتبة؟ لا، لا يعاتب. فإن ابن عمر رضي الله عنه لما سأله رجل معاتبا وقد ترك ابن عمر رضي الله عنه الرواتب، فقال له ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني يقصد متنفلا لأتممت، لو كنت أنا يلزمني أن أعمل الرواتب لكنت عملت إيه؟ أتممت الصلاة. هذه رخصة من الله تعالى، ده قد خفف علي الإيش؟ الفرض. نعم. أيضا من آداب السفر وأحكامه، وهذه المسألة تتعلق بأحكام السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من السفر إلى بلاد الكفار، السفر إلى بلاد الكفار. فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمكث بين الكفار، لا يجوز للمسلم أن يعيش بين الكفار، يعني يبقى له بيت ودار ويقعد ويعيش في وسط الكفار، هذا الأصل فيه عدم الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، اللي يروح يعيش في بلاد الكفر، اللي يعيش في بلاد الكفر. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من أن يعيش مع الكفار حتى ولو بطريق الجوار، مش بطريق حتى الإقامة، بطريق الجوار. لا تراءى نارهما، العرب من عادتهم لما يطبخوا يقوم يولعوا النار، فالنار لما بتوقد بتعمل دخان، فلو أنا عامل دخان في حتة وانت بعد مني مثلا بحوالي كيلو قاعد بتطبخ وعملت نار، انا اشوف النار بتاعتك وانت تشوف النار بتاعتي، يعني شوف اثرها، يعني الدخان اللي طالع. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من انك تعيش منهم ولو حتى عن طريق الجوار، معهم ولو عن طريق الجوار. لا تراءى نارهما، اياك يا مسلم تعيش مع الكفار حتى ولو كان عن طريق الجوار، بحيث ان انت تبقى شايفه وهو شايفك، وده مثال على القرب، لا تراءى نارهما. لكن استثنى العلماء من ذلك بعض الأحوال، استثنى العلماء من ذلك بعض الأحوال، يعني اللي ممكن يكون المسلم فيها بيقيم في أرض الكفار، لكن هذه الأحوال استثنها العلماء لمصالح وقيدوها بقيود. فكالمجاهد في سبيل الله، ابتداء المجاهد اللي بيقيم في أرض الكفار، ما هو ده رجل رايح عشان فتح وغزو ونحو ذلك، أو السفر للدعوة إلى الله، أو العالم اللي مسافر إلى أرض الكفار يدعوهم إلى الله، هذا شيء محمود عظيم جدا. وإلا أول واحد أرسل إلى المدينة، وكانت المدينة مشركة يومئذ، صهيب بن عمرو، صهيب مصعب بن عمير رضي الله عنهم، أو لعلاج مرض، أو لعلاج مرض، إن إنسان بيتداوى، وما فيش تداوي في أرض المسلمين إلا عند الكفار دول، فهذه حالة حاجة وحالة ضرورة. نعم. أو السفر لدراسة ما لا يمكن دراسته في بلاد الإسلام، إنه هيروح يتعلم حاجات معينة هيدرسها مش موجودة في بلاد المسلمين، ودي مصيبة احنا عايشينها. تجد ده أنا الدكتور محمد سليم العوة حفظه الله تعالى، أنا أذكر الكلمة بتاعته دي، فبيقول لهم في ناس كتير فاكلة كلمة مش فاهمين كلمة يعني إيه تكنولوجيا، فبيقول لهم أنتوا عارفين إن إبرة الخياطة، إبرة الخياطة هذه تكنولوجيا، هذه التكنولوجيا لم تصل إلى مصر، تكنولوجيا صنع إبرة الخياطة، هو بيقصد بكلمة تكنولوجيا فسرها يوميها قال المقدمات لصنعها، أصنعها إزاي وإيه المخطط اللي بيتعمل لها التكنولوجي عشان أوصل لصناعتها في الآخر. تخيل أنت في بلادنا الحال بقى، نسأل الله العفو والعافية،
والهم الأكبر عند والعياذ بالله كثير من الناس أن يأخذ من الكفار يأخذ منهم إيه؟ يأخذ منهم شعره المنكوش، مش كده؟ مش ده دلوقتي اللي عايش في بلاد المسلمين الواد أبو شعر منكوش، مش كده؟ واللي مسقط البنطلون، واللي مش عارف عامل إيه، واللي عامل إيه، واللي عامل. والعياذ بالله بناخد من الكفار أوحش حاجة في الكفار، أوحش حاجة عندهم بياخدوها منهم، العري، الفحش، الحريات المجرمة، الإنترنت والأفلام الكذا وغيره وغيره، ده ناخده من الكفار. إنما ناخد من الكفار حاجة نتعلمها تنفعنا لديننا، لا، محدش مشغول بالكلام ده. العلمانيين والليبراليين مشغولين بأن هم يضللوا الشباب، شباب المسلمين، يا واد انكش شعرك رقعد في ميدان التحرير ويضرب ويشتم، محدش يعمل لك حاجة. إنما لو حد يقول له روح اتعلم حاجة لله عشان تنفع بها المسلمين، يبقى ده الرجل ده غبي ما بيفهمش وعايز يرجعنا ليه الزمن القديم. لا أنسى هذه العبارة أبدا، ووددت والله لو أن الله مكنني من هذا الإنسان ولو حتى مهما سيكون، وإلا هذا الأمر يحدث في بلاد تسمى بلاد الإسلام. قال لي أحد الإخوة لما ذكرت له، قال لي أنا شفت البتاع، أنا عارف الشخص، هو أحد قيادات ما يسمى بحركة تمرد. قال باللفظ وأنا رأيته وسمعته في قناة الجزيرة أول أمس، قال الفاشية الدينية بدأت بفتح مكة، الفاشية الدينية بدأت بفتح مكة، يعني محمد أول فاشي صلى الله عليه وسلم. يبقى الولد ده هو ده اللي يؤتمن على دين ولا الدنيا ولا على شيء؟ مش عارف والله متى سيفيق الناس. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرد الناس إلى دينه ردا جميلا. وكل ذلك مشروط بأن يكون مظهرا لدينه عالما بما أوجب الله عليه. القيود بقى، اللي عايز يروح يتعالج في بلاد الكفار، اللي عايز يروح يتاجر في بلاد الكفار، عنده تجارة يستورد ويبيع ويشتري ويتاجر، ما فيش حرج. اللي عايز يروح يعمل دراسة في بلاد الكفار، ما فيش حرج، بشرط، قال أن يكون مظهرا لدينه عالما بما أوجب الله عليه. إن مش يروح هناك يحط راسه في التراب عشان هو مسلم ويعيش زيهم والعياذ بالله، لا، ده أنا أظهر لهم شموخي بالإسلام وأظهر لهم أنني أعتز بهذا الدين، على خلاف كثير من هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الغرب والكفر، يأتون والعياذ بالله وقد مسخوا. أنا أحدهم كان رجع من هولندا بعد ما قعد فيها حوالي 17 سنوات، فقال لي ما هذه القصة التي تروج في القرآن؟ فقلت له قصة إيش؟ قال قصة اللي ناموا 309 سنة. انظر، في حد ينام؟ هو يقول لي كده، في حد ينام 309 سنة؟ إنه رجع والعياذ بالله يشكك حتى فيه كلام الله سبحانه وتعالى، من باب ان هو واد ليبرالي وسافر بقى والحريات، وما فيش مانع كلنا نقول اللي في نفسنا، كل واحد يقول اللي عايزه، فيش مشكلة، قول انت الفاشية بدأت بفتح مكة، وسيد القم يقول كفايانا حكم اسلامي 14 قرن، 14 قرن يعني بما فيهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أذكر والله المذيع قال له كده يوميها، المذيع قال له كده يوميها، أنا بنسى اسم المذيع ده، هو مذيع مشهور جدا في الخليج. المذيع قال له كده، قال له خلي بالك حضرتك بتقول 14 قرن، قال له أيوه، قال له يعني تقصد إنه المرحلة النبوة والخلافة؟ قال له أيوه، والعياذ بالله، ومحدش قال له حاجة، ومحدش جابه اعتقله ولا سجنه ولا قال عليه إرهابي ولا حاجة. ده بيشتم محمد وبيشتم الصحابة، محدش قال له يا إرهابي، محدش قال له يا وحش. والراجل اللي سحلوه فاكرين الراجل اللي سحلوه؟ حمادة المسحول، بطل قومي. حمادة المسحول بقى بطل قومي، وإحدى القنوات بتقول له تعالى عايزين نعمل معاك لقاء طلب
مش عارف 50,000 جنيه يوميها ولا كام كده، اختلف معاهم يعني. البطل القومي حمادة المسحول، والناس تندبح في الشوارع، تندبح دبح في الشوارع، ولسه الراجل بيقول انزلوا يا شعب كملوا عليهم دبح. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالسفر إلى بلاد الكفار مقيد بما إذا سيظهر المسلم دينه في هذه البلاد. أيضا من آداب وأحكام السفر أن المسلم إذا سافر إلى المتنزهات والأماكن الخلوية للتنزه والرحلة والراحة ونحو ذلك، ألا ينسى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، ولا يغفل سواء كان بنفسه أو بأهله أو نحو ذلك. فإن كان بأهله ينظر أنه عبد لله، أنا مش مسافر يعني خلاص طلعت من الإيه؟ من العبودية. هذا حال بعض الناس والعياذ بالله، يقول لك البلد اللي محدش يعرفك فيها والعياذ بالله، ويقولوا المثل اللي هو الباطل إياه. ولذلك تجد بعضهم والعياذ بالله يخرج من هذا، من لباس التقوى، من التقوى كلها، تجد بعضهم يخرج من الخليج والعياذ بالله مسافر يروح أوروبا بعد ما كان في الخليج لابس القميص بتاع الناس الخليجيين والعرب، يروح يلبس المايوه، وهي بعد ما لبس الحجاب ولا النقاب كمان تروح تلبس المايوه في أوروبا والعياذ بالله. ليه؟ لأنهم مسافرين محدش عارفهم في السفر. الله يعرفك، الله عليك حسيب وشهيد وعليم وخبير. ولذلك إذا سافرت بعيد عن أهلك وعن أرضك، إياك أن تظن أنك قد انفصلت عن دينك فاعمل اللي أنت عايزه. إذا دخلت بلد مش عارف لقيتهم بيعبدوا العجل، حش واديله، مش دي أمثلة باطلة والعياذ بالله، علشان ما حدش عارفه. ولذلك لا ينسى العبد وهو في السفر أنه عبد لله تعالى، لأن البعض يقول أنا ما حدش عارفني في السفر أعمل بل أنا عايزه. لا والله، والله أنا أحكي لكم المشهد الجميل ده، أختم لكم به الكلام. وهو وإن كان في تحفظ على المعنى من ناحية الفقهية يعني، من ناحية الفقهية، لكن من ناحية الأدبية معنى جميل جدا. وكنت ذات مرة في العمرة، وبعد العمرة مباشرة، غالب أخواننا كلهم ربما هذه المسألة، بعد ما تحلق رأسك بالموس خصوصا تقعد يوم كده تقريبا أو يومين ما انتش عارف تلبس الطاقية، تيجي تلبسها تقعد ايه، لا مش بتزحلق، ده الشعر اللي هو بداياته بيخليك ما انتش عارف تلبس. فغالبا الواحد اول يوم بعد الحلاقة مباشرة ما بيلبس ليه الطاقية دي اللي هو الغطاء الرأس، يعني من باب انه بتتعبه جدا في اللبس ونحو ذلك. فانا اذكر كنت ماشي طالع من المسجد الحرام، وكنت لسه عامل العمرة امبارح، وماشي من غير طاقية ولابس بعباية بنص كم يعني زي اللي انا لابسها كده. وبعدين انا ماشي فلاحظت في حد ماشي في كتفي كده جنبي يعني، فالتفت له فلقيت ملامحه مش غريبة عليا، فببص قلت له حضرتك الشيخ محمد حسين؟ قال لي اه. فقلت له انا فلان الفلاني، قال لي اهلا وسهلا، ما يعرفنيش بس كان في مشكلة واحد عملها فتنة بيني وبينه، فهو اسمي بس فاكره، اسمي بس فاكره، لكن هو ما يعرفنيش كشخص، لكن اسمي مش ناسيه، لأن واحد عمل فتنة بيني وبينه كده معينة وأنا صالحته في التليفون يعني الشيخ. فالغرض، فأنا قلت له حضرتك الشيخ محمد حسين؟ قال لي آه. قلت له أنا فلان الفلاني، قال لي أهلا وسهلا، ورحب وسلم بي الشيخ ربنا يحفظه، ومشينا في الشارع. فعاتبني، عاتبني على إيه بقى؟ إن أنا مش لابس الإيه؟ الطاقية، ولابس عباية بنصكم. فقال لي انتوا والشيخ ياسر، انتوا والشيخ ياسر يعني يا شيخ سعيد خليته مش عارف، وقعد يكلمني الشيخ يعني بارك الله فيه. الغرض المقصود انه هذا الخاطر قفز الى ذهني بمناسبه ان احنا الواحد وهو مسافر، انا هنا في الشارع ما اقدرش فعلا اعملها يعني، انا في الشارع هنا ما اقدرش امشي، حتى لو انا لسه حالق بالموز دلوقتي ما اقدرش امشي من غير طاقيه خلاص. ليه؟ لانه الناس دول اهلي واهلي وعشيرتي، فانا ما اقدرش اكشف راسي قدامهم خلاص، لان دي عرف، عرف ده عرف عندي، صار عرف يعني بيني وبينهم. لكن لما كنت في العمرة تخففت قليلا، عملت ايه؟ فتخيل انت لو الناس بقى اللي بتعمل معاصي والعياذ بالله،
ايش يكون الحال اذا كان العتب من اخوانك الطيبين على ان انت تترك العرف اللي انت كنت عليه؟ فما بالك ان واحد والعياذ بالله سافر، يلا تحلل من كل حاجة والعياذ بالله، ما هو محدش عارفه. ولذلك احذر، فإن الله يعلم أمرك ويراك ويسمعك ويحسب عليك ما تفعل أنت وأهلك وأولادك ونساءك وعيالك ونحو ذلك. فاتق الله في نفسك وأنت في السفر. من أداب السفر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش احنا سافرنا بكم مسافة طويلة شوية النهاردة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته إذا نزل موطنا في السفر، يعني أنا دلوقتي مسافر العربية وصلت خلاص وصلنا المكان اللي احنا رايحين، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نحط رجلينا في الأرض نقول إيه؟ دين عظيم يا أخوانا والله هذا الدين. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا في سفره أو غيره يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أول ما يفتح باب العربية كده وينزل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أول ما ينزل من الدبة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. البلد دي ما أنا مش عارف إيه اللي فيها، ما أنا مش عارف إيه البلد الجديدة اللي أنا نازلها دي، المكان اللي أنا نازله ده ما أنا مش عارف فيه إيه. شوف الكلام الطيب الرائع ده: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إنس وجن وطير وحيوان ووحوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. سبحان الله العظيم. أيضا من آداب وأحكام السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه إذا سافروا أن يتعجلوا الرجوع إذا قضوا حاجتهم. ما فيش داعي تقعد في السفر مدة طويلة، قضيت حاجتك في السفر ارجع، فإن السفر قطعة من العذاب، غربة، بعد عن الأهل، ترك لمسؤوليات كثيرة جدا أنت مسؤول عنها ربما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. دي طبيعة السفر، تلاقي نفسك بتتزود بأي حاجة في السفر غير لما بتكون في بيتك، بتنام في أي مكان ونحو ذلك. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. خلاص قضيت ما لك في السفر ارجع إلى أهلك، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآداب يا أخوانا والله يجهلها أقول بلا مبالغة أكثر المسلمين. وإلا أنت اعمل إحصائية على اللي موجودين في الخليج العربي من المصريين على الأقل، بس تجد بعضهم لم يرجع إلى أهله ولا عياله ربما منذ سنوات، قاعد هناك مش عايز يجي، وبعضهم خلاص اعتبرها هي مقامه وساب عياله. وده موجود في نسبة كبيرة جدا من الناس الذين سافروا إلى بلاد الخليج، شيء عجيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليعجل إلى أهله، دول هتسأل عنهم يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع. نعم. أيضا من يعني آداب السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أن إذا رجع الإنسان من سفره فالأفضل له ألا يرجع ليلا، ألا يرجع ليلا، لئلا يطرق أهله ليلا، لئلا يطرق أهله ليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. بقالك مدة في السفر ما ترجعش بالليل. أنا هقول تحفظ لسه هنقوله يعني بخصوص إن إحنا حلنا العصر، يعني لا ترجع بالليل. لماذا؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني
المرأة المغيب زوجها عنها، المرأة الطيبة الصالحة المغيب زوجها عنها، خلاص مش مهتمة بالزينة بتاعتها، ففجأة تجد الزوج بالليل بيخبط عليها وهي نايمة، أنا جيت من السفر، يدخل ربما يشوف شكلها، ممكن يعني يكون له أثر سيء على نفسه، ما هي خلاص هي ترك الزينة، الزوج غايب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث أن إذا رجع الإنسان إلى أهله ألا يرجع ليلا، قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، اللي شعرها ما يعني بقى لها مدة بتسرحوش، هتسرح شعرها بقى وتلبس وكده ونحو ذلك، تستعد للزوج، إنما لما يفاجئها هو كده أنا جيت ونحو ذلك، فهيجد هو ربما ما يكره. لكن هذه العلة، هذه العلة ربما تنتفي في زماننا لو وجدت الاتصالات الحديثة، وجدت الاتصالات الحديثة، ما فيش مانع، أنا جاي ليل جاي نهار مش هتفرق بقى ليه، هرفع سماعة التليفون يا أم فلان أنا جاي إن شاء الله بكرة بالليل، خلاص في وقت طويل وكافي إن هي تستعد لاستقبال الزوج. وينبغي للمسافر أن يحرص على الدعاء، يعني يكثر من الدعاء في طريق سفره وفي أيام سفره، فإن دعوته مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. في رواية الحديث ده أخرى فيها ودعوة الصائم، قال دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، الشاهد دعوة المسافر دعوة مستجابة. قال العلماء لأن المسافر يكون في ضعف والله مع عبده المستضعف، ولذا تجد المريض الله عنده، التائب الله معه ونحو ذلك، ولذلك المسافر في حالة استضعاف لأنه غريب، فهو أقرب إلى الله تعالى، خصوصا لو كان صالح يعني ومطيع، أقرب إلى الله تعالى من غيره من الناس، لأنه ضعيف مستضعف غريب، ولذلك جعل الله دعوته دعوة مستجابة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل استجابة الدعاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفهم، وينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يجعل كيد كل من يريد بالإسلام والمسلمين سوءا في نحره، وأن يرد عليه كيده في نحره. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أنت حسبنا وأنت مولانا وأنت وكيلنا، فعليك نتوكل وبك قد اكتفينا، فأنت حسبنا وأنت وكيلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. فانصرنا على كل من عادانا وعاد الدين، ورد كيده في نحره، واجعله من الخائبين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.